السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي قناة هورور فلاير. في هذا الفيديو عندنا شرح طريقة تحميل وإضافة أحدث أوبشن فايل للباتش العملاق PS بروفيسيونال باتش الفيرسوس 6.2 للعبة PS 2017. فطبعا هذا الأوبشن فايل به أحدث الانتقالات وأيضا تحديث بعض وجوه اللاعبين وأيضا تحديث بعض تشكيلات الفرق. وكما ذكرت هذا الاوبشن فايل خاص فقط لباتش PS بروفيسيونال الفيرسيون 6.2 وليس الباتشات الاخرى، وايضا شغال بدون اي مشاكل. ولكن قبل بداية الشرح كالعادة، Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. والآن سوف نبدأ على بركة الله. تقومون أولا بالذهاب إلى هذه المدونة، سوف تجدون الرابط التدوين أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. بعد الضغط على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة، سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع وأيضا بعض المعلومات عن هذا الأوبشن فايل كما ترون. وحجم ملف الأوبشن فايل 6.43 ميجا بايت، وأيضا شرح لتحميل وإضافة هذا الأوبشن فايل وأربعة روابط لتحميل الملف. تقومون باختيار رابط من هذه الروابط فكلها روابط شغالة بدون أي مشاكل. بعد الانتهاء من تحميل الملف يأتيكم ملف مضغوط على هذا الشكل، تقومون باستخراج الملف. بعدها يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالدخول إلى الملف. ثم سوف تجدون بعض الملفات هنا، تقومون بالذهاب إلى هذا الملف ثم إلى ملف كونامي ثم هذا الملف ثم إلى ملف السيف، ثم تقومون فقط بنسخ هذا الملف الخاص بالإيديت كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى الدوكيمو ثم إلى كونامي ثم إلى هذا الملف برو إيفوليوس سوكر 2017 ثم ملف السيف، وتقومون بنسخ الملف على هذا الشكل، ثم تقومون بالضغط على روم بلاس أو استبدال الملف. بعد ذلك تقومون فقط بالدخول إلى اللعبة وسوف تجدون أحدث الانتقالات وأيضا تحديث بعض الوجوه كما ذكرت داخل اللعبة، وسوف تجدون الأوبشن فايل شغال بدون أي مشاكل. فأنا ليس لدي باتش PS بروفيسيونال، لدي باتش آخر، لهذا لم أقم بنسخ الملف. ولكن أنتم إذا كان لديكم كما ذكرت باتش PS بروفيسيونال فيرسيون 6.2 تقومون بتحميل هذا الأوبشن فايل لأنه أحدث أوبشن فايل حتى الآن، وبه أحدث الانتقالات وأيضا التشكيلات الخاصة بالفرق. وهكذا قد أنهينا الشرح، وفي الأخير لا تنسوا الضغط على لايك وشير، ودمتم في أمان الله.